كتهيئوا أننا ندخل عندنا حالة المغرب. هذا احتمال وارد جدا، حالة غادي تجينا من شي دولة، لأنه هذا فيروس غادي يجيبوا واحد معاه مريض، واخا نعيا ونكتشفوا في المطارات ولا شي حاجة، غادي يكون يقدر يكون ديك الوقيته فاش داز ما فيه لا سخانة لا والو، وغايدوز غايدخل المغرب وغادي نكتشفوه، غادي يمشي لشي طبيب ولا شي مستشفى ولا شي مركز صحي وغادي نكتشفوه. هذا هذه مسألة واردة. إذن هذه هي المرحلة اللي حنا فيها، خصنا شنو هو الهدف ديالنا؟ هو في هذه المرحلة هذه الحالة نكتشفوها بسرعة، نكتشفوها بسرعة. هذا هو الهدف. الهدف ديالنا ماشي باش نمنعوا الفيروس يدخل، ما يمكن ليناش نمنعوه. الفيروسات ما كتعرفش الحدود، ما كتعرفش المطارات، ما كتعرفش الموانئ، ما كتعرف حتى شي حاجة، علما أننا غادي نرجعوا. وذكروني نفكركم بطرق انتقال ديال الفيروس. الهدف ديالنا هو نكتشفوا الحالات مبكرا. الهدف الثاني نتكفلوا بهم في ظروف جيدة من أجل ضمان أنه هذا الفيروس ما غينتقلش لأشخاص آخرين. المراقبة الصحية على الحدود، حنا الدولة خدات قرار أننا نبقاو ملتزمين بقواعد اللوائح الصحية الدولية، ما غنمنعو حتى واحد يدخل المغرب، ما غنمنعو حتى واحد إلا كيدخل شي سلاح أنه ما يدخلهاش المغرب. قرار سيادي اتخذناه، ولكن في نفس الوقت ملتزمين أننا نعزو المراقبة ديالنا، سواء عبر المنظومة ديال الترصد الوبائي ولا في أماكن في الحدود، سواء كانت الحدود ديال المطارات أو في الحدود في الموانئ أو في الحدود البرية. شنو كنديرو؟ كنستهدفو بعض الأشخاص. هنا عاوتاني كنوقف واحد الوقفة ديال مني كنقولو راه دخلت في المطار وما حتى واحد ما دوا معايا، إلا جيتي من فرنسا راه ما غيدوا معاك حتى واحد. إلا جيتي من شي بلاصة واخا فيها حالات ديال الفيروس ولكن ما منتشرش الفيروس، ما كيدورش، بحال شمال إيطاليا، بحال واحد وقيل البارح شي واحد دخل نيس من إيطاليا وجا من الجنوب، قال لك واحد هاد الزنا راه ما، ولا هذيك الساعات كنا كنقولوا غير شمال ايطاليا، اليوم عاد ولينا كنقولوا ايطاليا كامله. علاش؟ باش ما نعرقلوش الحركه تسير وناخذوا شي اجراءات مبالغ فيها. شنو هي شنو الهدف من هذاك الاجراء ديال المراقبه الصحيه؟ اننا كنعطيو لنفسنا اقصى الحدود باش الا كانت حاله غادي تدخل نكتشفوها مبكرا. فاذا فين غنمشيو نقلبوا على هاد الحالات؟ اللي جايين من شي مكان اللي كينتشر اللي كيدور فيه الفيروس، الصين، ايطاليا كلها دابا، وكوريا، ودابا غادي نزيدو حتى ايران.